خليني برضه اسالك على نقطه مهمه. يعني شفنا امبارح لفته مهمه جدا من سياده المستشار منتدى منصور، فكره تسديد بقيه المستحقات اللي كانت للاعبين، نتكلم على 25 مليون جنيه كانوا مستحقات متاخره للاعبين تم تسديدهم بالكامل. شايف انه دي، شايف الخطوه دي مهمه ازاي في الفتره ديت قبل مباراه القمه؟ فكره انه استقرار نفسي للاعبين، دفعه معنويه، خلاص اللاعبين لو في شويه امور ماديه كانت ممكن بتشغل ذهنهم تكون خلاص يعني انتهت، فاكيد هيبقى في تركيز اقوى ممكن نشوفه بكره. طيب بصي انا الحمد لله ربنا كرمني وتشرفت ان انا اشتغلت تقريبا 3 فترات مع المستشار منتدى منصور، فيمكن دي مش اول مره يعني يحصل الموضوع ان هو بيسدد مستحقات اللعيبه. وانت موجوده في النادي بتقدري تتكلمي مع اللعيبه وفي تواصل كبير، فدايما هم مطمنين وهو موجود، عارفين ان حتى لو ليهم متاخرات هم هياخدوها، فبتبقى ظروف خارجه عن النادي، لكن في الاخر هو فجاه كده او مره هيجي يقول لهم الفلوس كلها موجوده زي ما هو عمل. التوقيت اللي اختاره المستشار مرتضى اعتقد ان هو توقيت مناسب جدا انه يصفي ذهن اللعيبه ويدخلوا المباراه من غير اي تشتت ومن غير ما يكونوا بيفكروا يا ترى لو حصل حاجه في مباراه القمه لا قدر الله هيبقى عندنا مشاكل بعد المباراه ان احنا مستحقاتنا، فالفكره دي لغاها لهم هو. فهو بدا دايما بالحاجه الكويسه اللي المفروض ان العالم كله بيعملها، ان انت دايما بتدي اللعيبه كل حقوقها وبعدين بتبداي تحاسبيهم. فالتوقيت اللي اختاره المستشار مرتضى اعتقد ان هو توقيت مناسب جدا، توقيت مهم جدا ان هو يصفي ذهن اللعيبه ويدخلوا المباراه وهم ما عندهمش اي مشاكل، يفكروا في الكوره بس عشان يسهل عليهم موضوع المباراه. يعني بمناسبه كلامنا طبعا عن سياده المستشار مرتضى منصور، فلازم برضه اعرف رايك بقى في الاحتفاليه العظيمه اللي كانت موجوده امبارح في القناه وشكل القناه الجديد، وطبعا حضور سياده المستشار معانا هنا، وكان معانا الحقيقه كوكبه طبعا من نجوم الزمالك والمذيعين والمحللين. كان يوم عظيم امبارح، اكيد حضرتك تابعت اليوم امبارح. انا الحقيقه يعني تشرفت ان انا اكون موجود من ضمن الكوكبه ديت معاكم. يعني طبعا حضرتك كنت منورنا امبارح واكيد كنت شايف الكواليس وشايف الوضع عامل ازاي، فكلمنا شويه بقى عن اليوم امبارح كان عامل ازاي. انا اكلمك الاول مبدئيا على الحاله العامه لنادي الزمالك نفسه من التطورات اللي حصلت داخليا في النادي على المستوى الاداري او مستوى النادي نفسه والاعضاء والخدمات اللي بتحصل للاعضاء، لان انا الحقيقه من القليلين اللي بيروحوا النادي ان انا اقعد جوه يعني، لكن انا بقيت بحب اروح وببعت الولاد لان انا شايف ان هم بقوا بيعيشوا في بيئه كويسه جدا جدا، بيئه تخليهم على الاقل مبسوطين ان هم يبقوا موجودين في نادي ليهم احترامهم وليهم كيانهم، فدي البدايه. فالحقيقه لما تخرجي من البيئه دي لازم تخرجي لصرح عظيم زي دوت لقناه الزمالك اللي كنا بنحلم بيها من فتره طويله، هو بيحارب على دوت. والحقيقه يعني لازم كلنا نشكره انه اصراره ومجهوده ان هو يفضل مكمل ان نادي الزمالك يبقى عنده قناه وعنده قنوات شرعيه تدافع عنه هو بس. طب دافع عن النادي، فده شيء مهم جدا جدا فبنشكره عليها. الاحتفاليه طبيعي تليق بالنجوم اللي موجودين كلها وتليق بمجلس اداره محترم برئاسه المستشار مرتضى منصور. حاجه هنفضل دايما فخورين بيها ونسيبها لاولادنا ونسيبها لجماهير نادي الزمالك، ويبقى عندنا دايما حاجه زي ما قلت لك ندافع بيها عن النادي بتاعنا. يعني ان شاء الله تكون فتره سعيده على كل جماهير نادي الزمالك، نقدر ان احنا نقدم لهم كل حاجه مميزه طبعا من خلال قناه النادي.